السلام عليكم ويسعد أوقاتكم. وصفتنا لليوم وجبة خفيفة لطيفة وسريعة كتير ومكوناتها بسيطة، البيتزا بالقلاي، وممكن نعملها على الفطور وممكن نعملها على العشاء. خلينا ننتقل مع بعض للمكونات. مكوناتنا 3 خبز سمون، 3 بيضات، نص كاسة حليب، حبتين فليفلة خضراء مقطعة دوائر، حبتين بندورة مقطعة دوائر، جبنة موزاريلا، كاتشب، زيت قلي، فلفل أسود وملح. خلينا ننتقل مع بعض للطريقة. بنقطع الخبز السمون دوائر متساوية، وعادي جدا يكون السمون قديم ما في مشكلة. يكون ارتفاعهم متساوي وهيك قطعناهم. بدنا نجيب القلاية تبعتنا، ونرشها بشوية زيت، وبدنا نصفت الخبز القلاية. وهيك بنكون صفطنا خبزاتنا في القلاي وبدنا نرفعها على النار، وبهاي الأثناء بدنا نحضر البيض والحليب. من قدامنا هنا هلأ بدنا نخفق البيض والحليب مع بعض. نحط الحليب فوق البيض، وبدنا نحط شوية فلفل أسود ونص معلقة ملح. ونخفقهم مع بعض. وهيك خلصنا خفق البيض والحليب مع بعض، وبدنا ناخدهم على الغاز هم والخبزات. وهلأ بعد ما حطيناهم على الغاز وأعطيناهم لون، بدنا ندير عليهم البيض والحليب. نحاول نغطيهم كلهم قد ما نقدر، وبدنا نغطيهم شوي ليستوي البيض معنا. هلأ نطلع منلاقي البيض استوى، بدنا نقلبها. نجيب صحن ونقلبها بهذا الشكل. هلأ بنرجعها، نرش عليها كاتشب، وبدنا هلا نصفط حلقات الفليفلة. وهلا بدنا نحط شرحات البندورة. وبدنا نرش فوقيها الموزاريلا. وبنغطي عليها لحتى تدوب الموزاريلا. وبهيك رجعنا لكم بعد ما قلبنا البيتزا تبعتنا من القلاي وطلعت معنا بهذا الشكل. وصحتين وألف عافية، وبيتكم عامل.